سلام سلام، هذا الفيديو القصير كان الهدف ديالي انا اللي نحطه لكم في بدايه هذه السنه الجديده، ولكن كتاب باش انه يتحط اليوم. شوفوا، ما يمكنش نخليكم تخرجوا من هذه القناه وحتى انا معاكم الا ونبدلوا فينا شي حاجه او نزيدوا في قاموسنا شي معلومه او على الاقل ناخذوا شي نغزه من الامل. ولهذا بمناسبه نهايه هذه السنه لكل واحد منا عارف شنو دار فيها وشنو ما دارش فيها، بغيت ندردش معكم شوية على أهدافنا وحتى أحلامنا اللي بغينا نحققو باش نكونوا في هذه السنة الجديدة على أتم استعداد أننا نبداوها بإيجابية وأهداف مخطوطة اللي بإذن الله أننا غادي نحققوها. فما كراش كل واحد فينا يكتب كاع الأهداف ديالو لهذه السنة الجديدة إن شاء الله، كيف درت أنا واللي ما غاديش نبوح بها لكم دابا، طويتها وغادي نخبيها في واحد الأجندة ديالي، وإذا طول الله في العمر غنفتحوها جميع في نهاية هذه السنة 2023 باش نشوفوا واش قدرت وحتى نتوما قدرنا نحققوا داك الشيء اللي كتبناه واللي غادي ندمروا عليه. هذه أول خطوة. علاش قلت لكم نديروا ورقة؟ لأنه عدم وجود هدف في الحياة هو أحد أكبر سبب ضياع الوقت. واخ نقولوا بلي أنه عندك هدف، ولكن واش عندك خطة تفصيلية لهذا الهدف باش تحققه؟ العلماء تيقولوا بلي أنه الأهداف بدون خطط هي أحلام وأمنيات، ومولانا ما كيتعاملش معنا بالأماني. كل واحد فينا كيتمنى انه يكون مؤمن صحيح وشي حاجه صحيحه بحال موظف مهم او لا زوج سعيد او لا اي كان هو اللي بغى يكون، كل واحد منا والامنيه ديالو. ولكن واش عارف بلي انه التمنيات هما بضاعه الحمقى، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها. خاصك تحرك وتعبر على شنو عندك بالحركه. السكون والتاجيل والترجي ماشي هو الطريق الصحيح باش تحقق او لا توصل لشنو بغيتي. ضروري ومؤكد انه خاص يكون عندك خطه، وخاصك تضحي بوقتك اللي تعرف به على مولانا، خصك وقت اللي تطلب فيه العلم، وقت اللي تشبع الروح ديالك من الجو العائلي، وقت اللي تربح منه الفلوس الى ما اخره. ضروري خصك تنظيم الوقت. سوء التنظيم كيخليك تضيع الوقت وكيدوز عندك كيف هذا العام كيف العام الجاي، وحنا ماشي هذا هو الهدف ديالنا. اول حاجه ضروري تحدد واحد الهدف كبير اللي بغيتي تحققه باش تحط فيه الجهد ديالك والاهتمامات ديالك. من بعد خصك دير خطه ودرسها مزيان، وانت كتخطط في تحقيق الهدف واثناء تحقيقه ما تخليش شخص سام يدخل الدائره ديالك، او بمعنى اصح ما ترافق شخص ممل، شخص ما عنده ما يقول ولا يزيد، شخص بغاك غير تدوز معاه الوقت، حيتاش يقدر ينسيك في شنو انت في طور انجازه ويعاديك بما هو يحمله من سلبيات. كيف قال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام: انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك داك الاستحداء كيعاديك بالريحه ديالو الزوينه وكتولي انت تتنبع منك ريحه اللي هي طيبه، ونافخ الكير اما كيحرق لك الثياب ديالك او لا كيخرج منك ريحه اللي هي منتنه. نزيدك، باش تحقق الاهداف ديالك انت ما محتاجش باش انك تكون دائما محفز ورشق عليك. سبحان الله كتقدر تفيق شي نهار صباح كسول، ولكن اذا كان الانضباط كيتلغى كل ما سبق وكتنوض بزز منك وكتخدم عليه لانه ما عندكش اختيار. باش توصل خاصك تجاهد نفسك المحيط ديالك وحتى الظروف ديالك. اجي نتكلموا دابا من زاويه ايمانيه، فراسك بلي انه فاش كتستغل الوقت ديالك يطول العمر. العمر الزمني هو عمر اللي هو تافه، هذا عاش 90 هذا 80 هذا 60، العبره هو شنو درتي في هذا العمر، شنو قدمتي فيه للمسلمين لنفسك، شمن اثر خليتي من موراك، خليتي شي علم، علمتي شي كلمه اللي هي طيبه، عطيتي شي نفقات من المال اللي شهدوا عليك، مسحتي على رؤوس الايتام، شنو درتي في هذه الدنيا. ولكن يا عبدي ماذا فعلت من اجلي؟ غادي نقولوا ليه لا راه كليت وشربت وتنعمت في الحياه الدنيا وتزوجت ودرت الوليدات، وهاد الوليدات راه ولاو ذو شان في المجتمع، ولكن ما فيهمش الدين. يوم القيامه ماشي هذا هو الكلام اللي كيتقال، يوم القيامه تسال على العمل ديالك، عمرك فيما افنيته، والشباب ديالك فيما ابليته، وعلمك شنو درتي به، وعلى الوقت ديالك كيفاش استهلكتيه. راه الوقت كالذهب، هذه المقوله مشهوره، ولكن لا، الوقت هو اغلى من الذهب وما كيتقدرش اصلا بالذهب. الوقت اذا مشى ما كيرجعش، فاش كيمشي كيدي معاه منا، الوقت هو حنا. الوقت ما كيتعوض بحتى شي حاجه، ما كيتباع ما كيتشرى ما كيتكرى، ولكن يمكن تستثمر فيه وتوظفه. شوفوا كلنا عندنا ايمان انه الناس ما تولدوش بقدرات وفرص اللي هما متساويين، ولكن كلهم عندهم نفس 24 ساعه كل نهار ونفس ايام الاسبوع اللي كل واحد فينا اليوم غيقرر انه يوظفها كل نهار فيما هو ايجابي باش يحقق دوك الاهداف. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ اللي تيمشي على هدف او لا غايه واضحه هو اهدى من هذاك اللي غير غادي في العشوائيه. كيقول سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو كيوصف حال سيدنا رسول الله انه اذا اوى الى منزله كيجزئ نفسه لثلاث اجزاء، جزء الى الله وجزء للاهل ديالو وجزء للنفس ديالو. كيقول صلى الله عليه وسلم ايضا: اغتنم خمسا
قبل خمس، الشباب ديالك قبل هرمك، والصحة ديالك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. بهاد الخطوات اللي شاركتكم تقريبا غتحققوا الأهداف ديالكم لهاد السنة، والحلم سيتحول إلى حقيقة إن شاء الله. دير حتى انت رسالة كيف درت، ومرة مرة حلها تذكرا شنو سجلتي فيها، وحاول توكل راسك كل نهار كل ما هو إيجابي. شوفوا ما كنقولش لكم سهل، غادي تعثر، غادي تعيا، غادي تقول ما فياش، ولكن تفكر فقط في حلاوة الوصول وعلاش أصلا بديتي. وهادشي طبقوا حتى على صلاتك، على أي حاجة عندك في حياتك، دين ودنيا. وفي آخر هاد السنة إذا طول الله في العمر غادي نتلاقاو جميع، وغادي نحل معكم هاد الرسالة، ونشوفوا فين وصلنا في تحقيق الأحلام ديالنا، أو بالأحرى اللي غيوليو دابا الأهداف إن شاء الله. قبل ما نسالي معكم هاد الفيديو، خليكم تشوفوا البيست أوف نتاع هاد العام اللي دازو، وأنا كنصور لكم فيديوهات. سلام سلام. املم سيدي كتمشي لي الكلام ا بي سي دي امي اولي ماشي كنت نحتمره وهذه هي حكايه لينا وهذه هي حكايتنا حكايه لي 1 2 3 1 2 3 شدي الكلاكاج. ما نقدرش نقولها ليها، ما نقدرش. وهنا فين ولينا عائلة، بدنا كتب ونقول لكم سلام، ونقول لكم دمتم في رياض، ونقول لكم دمتم في